تعالوا من الأخبار ننتقل إلى زميلتنا سالي تراد. تقرير دلوقتي هنشوف بيه حالة كده من البهجة بموسم حصاد محصول المشمش. تعالوا نروح نشوف التقرير ونرجع تاني. احنا النهاردة حرفيا في المشمش زي ما بيقولوا. من حوالي 5 سنين كانت إنتاجية المشمش متدنية جدا. النهاردة بعد التحسينات والتوسعات وصلت إنتاجية فدان المشمش لأكثر من 10 أطنان من الفاكهة الموسمية. ورغم إنها بتظهر لمدة شهر واحد فقط في السنة إلا إنها بتدخل في صناعات كتير. تعالوا نتعرف على كل تفاصيل المشمش من المزرعة. يا أولاد يا أولاد، حلويات يا مشمش، حلويات يا مشمش، حياتي النبي لا تصلح على النبي. القيمة الغذائية لثمار المشمش غنية بكثير من المعادن المعدنية والفيتامينات، كما أنها تحتوي على كمية كربوهيدرات كويسة، فبالتالي هي هتكون ثمرة المشمش مناسبة لأي نظام غذائي. الصناعات التي تقام على ثمار المشمش تصنيع قمر الدين وتصنيع المربات. في آخر 5 سنوات دخلت معانا هنا صناعة مهمة جدا وهي تجفيف ثمار المشمش. بعض أصناف ثمار المشمش يتم تجفيفها وتصدير المنتج المجفف خارج مصر. قرية العمار في الأليوبية هي الأشهر في إنتاج المشمش في مصر، إلا أن المزارعين قدروا يطوعوا الأراضي في مناطق جديدة مختلفة لإنتاجه زي المنيا وطريق مصر اسكندرية الصحراوي بعد تدريبات واستخدام أساليب حديثة في الري والاهتمام بالنبتة. هو المشمش كده أصل آخر 20 يوم لازم نهتم بيها ولازم نراعيها، لازم حتى من قبل ما تقول يلا بينا لازم نبقى واقفين لها عشان نلحقها، أصل ده زرع وثمر وشجرة الله أكبر عليها، دي ناس مش أي حد يجمعه، يعني لو حضرتك تطلعي تبص على الفرش بره هتلاقي حاجة تشرح القلب الله أكبر عليها. بتحتل مصر المركز الثاني لأكثر الدول العربية المنتجة للمشمش بعد الجزائر، ووفرة الإنتاج بتتيح ليها فرصة إشباع السوق المحلي والتصدير. تجارة المشمش كويسة وشجرة مثمرة، يعني كتجار بناخد محصول المشمش كله، يعني احنا بنجمع ونرص ونظبط المنتج في المشمش يعني وننزله سوق 6 اكتوبر سوق العبور، يعني الاسواق الكبيره. في تصدير في نوع اسمه كريزما، ده ماشي في التصدير حلو قوي دول الشرق كده اهو. سالي تراد، 8 الصبح. الحقيقة إنه المشمش من الفواكه الجميلة جداً جداً تحديداً في الصيف، من الفواكه حتى أنت وأنت بتاكلها كده تحس بطاقة إيجابية. في فاكهة كده أنت لما بتاكلها زي البطيخ، المشمش، البرقوق، بتديك طاقة إيجابية، وغير أنها كمان عندها فوائد صحية مش طبيعية، مضادة للأكسدة، بتحمي من يعني السكر في الجسم، بتقلل نسب السكر، طبعا مش بالإفراط، ولكن بنقول أنها من الفواكه المفيدة جدا جدا. نقدر ان احنا ممكن ناكل في اليوم 3 ثمرات، حلوة قوي قوي انك انت تبقى عندك يعني مواظبة على النوع ده من الفاكهة علشان بيدي طاقة إيجابية وكمان بيبقى مفيد لصحتك. طبعا اكيد بنشكر زميلتنا سالي تراد على هذا التقرير.